ونقف كذلك لكي نقول للقيم الصهيونية أنكم لن تنفردوا بإخواننا، فإن نحن قد يدخل في قلوبنا جميعا، ونحن هنا في أقصى نقطة من العالم العربي نشعر وكأننا في فلسطين في سويداء قلبنا. فمهما كان البعد ومهما كانت المشاكل ومهما كانت التحديات، فإن الشعوب العربية والإسلامية حينما تتعلق القضية بتحرير فلسطين وقضية المقدسات، قضية قضية إنسانية وقضية المروءة وقضية يجب أن هذه مسؤولية العالم الآن الذي يتفرج أو يتواطأ أو يتحرك باحتشام الإنساني يقولها، والتاريخ يحاسب كل من تصادل وكل من تواطأ مع الظلم ومع الاستبداد في هذه القضية.